السلام عليكم، سميتي أيوب تمامي، طالب في السنة الثالثة من سلك المهندس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في تطوان، شعبة الاتصال والشبكات. فرح بلقاس، اتيديون إليف انجينيور لينسد برشيد، اوبسيون سيستم دانفورماسيون اي بيك داتا. هواوي اي سي تي كومبيتيشن هي واحد لا كومبيتيشن انترناسيونال صينية وكدار كل عام. هاد لا كومبيتيشن كاينين فيها دو تراك، كاين تراك ديال الكلاود وكاين تراك ديال النيتورك. في تراك ديال الكلاود عندنا الاي اي بيك داتا ستوريج و كلاود سيرفيس. في تراك ديال النيتورك اللي هي دبل فيلان اللي هي سيكوريتي، وكاين تراك نيتورك اللي فيه دبل فيلان سيكوريتي وراوتين سويتشين. دونك هاد المسابقة أي واحد أي اتيديون كاين في المغرب يقدر يبارتيسيبي فيها، وهي مفتوحة لكاع لي اتيديون ديال ماشي غير ديال لانسا، دونك ديال لي زيكول كاملين. لا كومبيتيسيون كدوز بأربعة ديال لي زيتاب. ليطاب الأولى هي ليطاب بريليمينار، كتلعب أو نيفو ديال ليكول، كتكون سو فورم د ان اكزامان في لي سوجي لي ديجا تذكروا، و لي 3 بروميي سكور هما اللي كي ريبريزونطيو ليكول او نيفو ناسيونال. ابري سي لي طاب ناسيونال كتاخد بون، كتكون هادي ليفالواسيون كتكون سو فورم دو لاب، و ليكيب اللي خدات لو بروميي بري كدوز لا ريجيونال. من لا ريجيونال سي تادير نورث افريكا يعني شمال افريقيا، عاوتاني لي 3 بروميير زيكيب ولا لي 4 بروميير زيكيب كيدوزو كيلعبو على الشيل انترناسيونال. كيفاش قدرنا ناخذ المسابقه بكل سهوله؟ بلا موتيفاسيون وبالخدمه وبالتأطير ديال الناس اللي كانوا معنا، كوساسوا ترينين ماناجر ديال هواوي ولا المؤطر التقني ديالنا في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. فلافاز جلوبال اللي كتلعب أليشيل انترناسيونال فهاد العام هذا شاركوا فيها 104 ديال ليزيكيب من 39 دولة مختلفة. حنايا ليكيب ديال المغرب اللي شاركت في تراك نتورك تمكننا من اننا ناخذوا لو دوزيام بري اون نيفو مونديال. حنايا شدينا لو برومي بري في الكلاود، هي اول مره غيشارك المغرب سواء في الكلاود تراك ولا في نتورك تراك، واني فيها غنوا شدينا البرومي بري. الاستاذ عبد الله الجمالي، استاذ المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه ببرشيد جامعه الحسن الاول، اتحدث هنا بصفتي مشرفا على الفريق الذي فاز بالرتبة الأولى في المسابقة الدولية في كلاود تراك. وكانت الأمور صراحة جيدة، لأن الاشتغال على كلاود كومبيوتين وبيك داتا هذا شيء جميل، خصوصا التخزين الإلكتروني وتحليل البيانات الضخمة، نظرا لأن هذه العلوم عندها الراهنية ديالها، وخصوصا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التكنولوجيا الحديثة. هذا شيء جميل، لأن مثل هذه الشراكات العلمية بين جامعتنا ومؤسسة هواوي، بين مؤسسة هواوي والجامعة المغربية، وهذا شيء جميل لأنه غادي يخلق واحد النوع من الدعم البحث العلمي والدعم في المجال التقني، وهذا شيء اللي فعلا غادي يحفز الطلبة ديالنا أنه تيسير ديال الاندماج ديالهم في سوق الشغل والانفتاح على المحيط الاقتصادي. أستاذ تبيوي عبد المؤمن، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد، وحنا اليوم جد سعيدين بالإنجاز اللي نجزوه لوليدات ديالنا بالفوز ديالهم بالجائزة الكبرى لآي سي تي كومبيتيشن دهواوي، وإنجاز اللي في حد ذاته جاء لتضافر الجهود ديال الوليدات ديالنا ديال الأساتذة المؤطرين، واللي قاموا بعمل جد بناء، واللي جعلهم انهم يحتلون المرتبه الاولى عالميا ما بين 110 ديال الفرق اللي كتمثل 39 دوله. هذا الانجاز هذا هو في حد ذاته كيحفزهم وكيحفز الطلبه ديالنا الاخرين باش يبذلوا مجهودات اكبر، باش يبرهنوا على الكفاءه ديالهم والمهارات ديالهم ان شاء الله، وباش يمكننا نزيدوا السير في هذا الطرح هذا ويتمكنوا من الفوز بانجازات واحده اخرى ان شاء الله باذن الله. بجمع الشاب، استاذ بالمدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه برشيد، فخر لينا كاساتذه الطاقم البيداغوجي كامل ما يمكن الا يفتخر
وسيت ان كوغونمون ديال العمل ديال الطلبه طبعا وديال الفريق البيداغوجي كامل. دونك حنا فرحانين بهم بزاف وكنتمنى تكون هذه بدايه لمجازات اخرى ان شاء الله في دوتر رياليزاسيون ان شاء الله. بالنسبه لنا هذا الفوز وتشريف الوطن وتشريف لكاع لي ستوديون، وحيت حنا كنا ريبريزونطون لي ستوديون ماروكين كاملين اللي كاين في المغرب كامل، وسي هي فرحه للمغاربه كاملين. الدوله ديالنا الا بقات غاده في هذا الاتجاه هذا ديال التاطير ديال الشباب والتوجيه ديالهم، فراه الشباب هادو هما اللي غادي يطوروا الوطن، وهما اللي قادرين ان شاء الله يمثلوا احسن تمثيل لا على الصعيد الافريقي ولا على الصعيد العالمي. كنصح اي طالب مغربي انه يفكر يشارك في حالات المسابقات هادو لانهم غادي يرجعوا عليه بالنفع بيان سور.